يتوجه العديد من الناس لزراعة الشعر، يتفاوت نجاح هذه العملية، فعلى ماذا يعتمد ذلك؟ يقول البروفيسور فرانك دوتي رئيس وحدة الجراحة التجميلية الترميمية وفي مستشفى طبعا والتجميلية في مستشفى جامعة نانت، إن الطلب على الجراحة لحل مشكلة تساقط الشعر بازدياد، خاصة إن عمليات زراعة الشعر التي يتم إجراءها اليوم تقدم حلا فعالا. اليوم سنتعرف على أسباب نجاح وفشل هذه العملية، ما هي آخر التقنيات التي تتبع اليوم في الأردن وتحديدا فيما يخص عمليات زراعة الشعر. معنا الدكتور الصيدلاني أحمد يونس، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. لماذا؟ الله يخليك، تسلم. في البداية يتوجه كثير من الناس إلى موضوع زراعة الشعر إن كان في الأردن أو خارج الأردن، إلى ماذا ينظرون تحديدا؟ الناس تنظر دائما للشهرة، للإشي المتسوق له أكثر، يعني التجربة الأعلى بالآخر. عملية زراعة الشعر تخضع للتجربة، فدائما الناس اللي عندهم تجربة أكبر، نتائج أكثر، رح يروحوا لهم الناس، هذا إشي طبيعي. فعشان هيك بروحوا على تركيا الناس مثلا أكثر من أي دولة تانية، لأنها بدت في هذا المجال بفترة قبل أي دولة تانية، حتى دول أوروبا يعني. عندما نتحدث عن هذه العمليات في الأردن، أين وصلنا إن كان من ناحية التقنية أو حتى من ناحية إقبال الناس على الفكرة؟ هسا الأردن خلال السنتين الأخيرات تطورت كتير بهاي الناحية. يعني مش بنسبة مثلا 10% نحكي، لا، بنسبة تزيد عن 60%. إحنا بنقدم هون صرنا تقنيات جدا ممتازة حديثة، التقنيات حتى اللي بتيجي من أوروبا فورا بتيجي على الأردن، صارت يعني بطلت تنتقل على محطة تركيا، لا بالعكس، على من أوروبا للأردن فورا. ولكن في محددات كتير لحد الآن مش معالجينها إحنا. طيب، يعني كنا بنتحدث يمكن تحت الهواء، شرحت لي شوي أنه في أكثر من مدرسة لطريقة التعاطي مع فكرة عمليات زراعة الشعر، شو الاختلافات بينها عشان الناس كمان يكون عندها فكرة؟ في المدرسة الأوروبية والمدرسة التركية، هذول الأساسيات في العالم. المدرسة الأوروبية شو بتقول؟ بتقول أنه إحنا بنزرع بالحد الأقصى 3000 بصيلة بالجلسة، وال3000 بصيلة الثانية لو كان يحتاجها المريض بنزرعها بعد 6 أشهر ل8 أشهر. المدرسة التركية شو بتقول لك؟ بتقول لك لا، أنت مثلا بتحتاج 6000 بصيلة، بزرع لك إياها بجلسة واحدة. هيك المدرسة التركية. هسا فعليا ممكن تزبط المدرسة التركية بشكل عام، تزبط هي، لكن المشكلة الأساسية فيها أنه بصير فيه التهاب عند المريض بالمعظم. فالستة آلاف بصيلة ما بطلع منهم أكثر من 4000 أو 3500 فعليا. لكن المدرسة التركية الأوروبية لما تعمل 3000 بصيلة رح يطلع عن 3000 بصيلة دون أوجاع للمريض، دون أي تعب له، دون مضاعفات إحنا ما بنحبها. فعشان هيك أنا بحبذ المدرسة الأوروبية. بالأردن إحنا بنتبع المدرسة الأوروبية اللي هي 3000 الحد الأقصى للجلسة. نعم، عندما نتحدث عن يعني فكرة الكانديديت أو المرشح المناسب لهذا النوع من العمليات، في مواصفات معينة من كان من ناحية العمر، من ناحية نوع الصلع أو نوع الزراعة؟ هسا احنا بنحكي عن شباب وبنات معرضين للصلع جهتين. الصلع اللي عند البنات بيكون مختلف عن الصلع اللي عند الشباب. الصلع اللي عند البنات مثلا بيكون في تفريغ في الراس بس الشعر موجود. الصلع اللي عند الشباب بيكون في حفر، هذا بقيمها الطبيب. تمام. هسا بشكل عام عشان احنا نحكي هذا الانسان مؤهل للزراعه، لازم يكون واصل ستيج 4، لازم يكون فوق ال 25 سنه، لازم تكون صحته العامة جيدة. ستيج 4 ايش يعني؟ ستيج 4 يعني يكون منطقة الغرة رايحة تقريبا تكون، ومنطقة التاج بادية يعني تخف، وتكون المنطقة المانحة تكون جيدة، يعني تكون كافية بأنه ناخذ منها. لأنه في ناس كمان عندهم حتى المنطقة المانحة اللي هي بنك الشعر تكون ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة ما بزبط أنك تعمل عملية. يعني في حالات ممكن يكون فيها مستحيل عملية الزراعة؟ في كثير حالات. مثلا في ناس لما الدرجة السابعة ما بزبط فيها، الدرجة السادسة ما بزبط فيها فعليا، اللي هي السابعة والسادسة اللي هي المساحة اللي بكون بس من المنطقة المانحة ظل خط واحد فقط لا غير.
بالضبط خط بكون، فهذا الحالة أنت ما بتقدر تسحب له شيء يعني. طيب فينا نحكي هلأ على فكرة في حال نجاح العملية وفي حال فشل العملية. طبعا أكيد. نجاح العملية ماذا يعني؟ أنه هلأ بصير الشعر ينمو بطريقة طبيعية مثلا، حتى إذا بدنا نحكي من ناحية ستات، هل بيكون بينمو بطول معين بكثافة معينة؟ يعني شو بتغير قبل وبعد العملية؟ أكيد هسا هي عملية تجميلية، دائما إلها بكون نتائج، هاي النتائج احنا بدنا نصلها. بعملية زراعة الشعر بطول الشعر بنقصه، هو شعر طبيعي اصلا لانه بناخذه احنا من المنطقة المقاومة لاي عوامل صلع، عوامل مرض، اي شيء لهي المنطقة. تمام. بشكل عام لما ينزرع الشعر، اسباب نجاح العملية اولا تقييم الطبيب الصحيح، لازم يكون اتباع المريض للارشادات. المريض الطبيب يكون عارف وضع المريض الصحي كامل، ما يكون ياخذ ادويه ما يحكيها للطبيب لانها ممكن تتعارض مع مشكله زراعه الشعر بشكل عام. اهم شيء كمان لازم انه المريض ياخذ الفيتامينز تبعته. كثير ناس باخذوا ادويتهم كامله بس الفيتامينز تبعه ما باخذه تبع الشعر بعد الزراعه خاصه، فهذا بيؤدي للفشل كمان. نعم. بعمليه الفشل ايضا هل تعني انه بس في هاي المرحله ولا خلص فكره الزراعه بتكون غير؟ لا طبعا واردة. لكل شيء تصحيح، يعني حتى زراعه الشعر احنا بنقدر نصححها. لكن فشل الزراعه كيف بكون؟ بكون مثلا اني انا خط الجبهه عملته غلط. يعني مثلا من ناحيه شكل يعني؟ من ناحيه شكل. يعني مثلا خط الجبهه ما يكون صح، كيف؟ في عضلات للجبهه. إذا عملت الشعر عليها مثلا شو بصير مع المريض؟ بصير انه لما يحرك مثلا حواجبه زي هيك راح هذه تتحرك فالشكل بيطلع فيك. هذا كانت المشكلة موجودة في الثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كان شعر المكنسة يسموه، فهذه مشكلة كبيرة في عمليات زراعة الشعر. بس هاي ما بتحس انه هي عملية شكلية او يعني تجميلية بتعتمد على احيانا في بعض المرضى هم بيقرروا او يعني هم حابين الشكل يكون حتى لو فيك حابينه بهاي الطريقه؟ في ناس بتدخل الدكتور بهاي الموضوع؟ معظم الدكاتره بتدخله لانه بالاخر الطبيب لازم يطلع شكل جميل، فاذا طلع الشكل غلط راح يحكوا الطبيب هذا مش عارف يشتغل او خبرته غلط، هيك راح يحكوا عنه. فعشان هيك لا بتدخل الطبيب في هاي الامر، وكثير اطباء ما بيقبلوا انهم يعملوا العمليه. عمليه الرعايه وايضا النمو مره اخرى قد ايه بياخذ وقت؟ هسه ابتداء من الشهر الثالث ببدا الشعر يطلع. للشهر السادس بيطلع 50% من نتيجه زراعه الشعر. للسنه بتكون النتيجه كامله. قد ايه بدها رعايه معينه؟ شو نوع الرعايه بهاي الفتره؟ هسه بعد زراعه الشعر في خطوات قبل وفي خطوات بعد. تمام. الخطوات اللي قبل انه كحول ممنوع، مميعات ممنوعه، وبنعدلها مع المريض اذا كان باخذ مميعات، هذا اهم شيء. الخطوات اللي بعد اول 48 ساعه ممنوع انه يطلع المريض على اي شيء تكون فيه شمس، في رياح، غبره، مطر، اي شيء زي هيك لازم يبعد تماما. المريض بعد 48 ساعه بيقدر يغسل المنطقه المزروعه، ولكن المي ما لازم تلامس، يعني لما نيجي بدنا نغسل زي هيك نغسل هيك بس. تمام. هذا اليوم اللي بعد 48 ساعه اللي هو اليوم الثالث بنبدا. بعد اليوم السادس لازم يبدا يحط زيت او اي نوع مرطب على الشعر حتى ايش القشور على اليوم العاشر نقدر نشيلها، مع غسل المنطقه دائما المانحه، وضع الادويه الكريمات اللي بتكون موصوفه للمريض. جميل. نصيحة أخيرة ممكن يعني تحكيها لبعض الأشخاص اللي زرعوا في أقل من 10 ثواني؟ أكيد. أو اللي مقبلين وحابين إنهم اللي مقبلين على الزراعة، الزراعة أمرها نفسي، ما يخافوا منها، العملية سهلة ما فيها وجع ما فيها إشي، لكن دائما اختار الإشي الصح. والكثافة أهم من المساحة. يعني إحنا نغطي بكثافة عالية أحسن من ما إنه نغطي بمساحة كبيرة. أكثر. نسبة النجاح للعملية؟ نسبة النجاح حسب جمعية الجراحات التجميلية 90% ل91%. جميل. يعني نسبة جيدة تعتبر بالنسبة للتجميل. الدكتور الصيدلاني أحمد يونس، شكرا لوجودك معنا اليوم.